れかわかるよ。حاضر يا ريمو. لا حاضر. لك بدي اعبي هذا القلم بنزين وبس توصل عند العدو بتفجر حالك، فهمت؟ حاضر حاضر. يلا ها لك هلا. وقتها طلعت على الكهرباء. ما طلعت الهم. الحل عندي. حل عندك؟ ايه ايه ما طلعت الهم. شو عم تعمل؟ لح يا ريمون. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من كوميكاز. كوميكاز هو البرنامج اللي بيقلب الجد مزح والمزح جد. لهالكم واحد اللي بعدكم عم تتساءلوا شو هو كوميكاز، رح قلكم انه كوميكاز هو ميكس بين كوميدي وكاميكاز. كوميدي هي كوميدي، اما الكاميكاز فهن الطيارين الانتحاريين اللي كانوا مستعدين يضحوا بكل شيء كرمال شعبهم. اذا الكوميكاز هن كوميديين لبنانيين مستعدين يعملوا كل شيء حتى يضحكوكم. بكوميكاز هدفنا الوحيد هو انه نوصل البسمه لبيوتكم عبر الشاشه. بين العصابتين اللي رح يتنافسوا الليله اللي بيضحككم اكثر شيء هو اللي بيربح. بكل عصابه في عنا ثلاث سياسيين بموتوا ضحك ومعهم ثلاث زقيفه هن فرق المسانده. انا اكيد انكم صرتوا حابين تتعرفوا على الكوميكاز الليلي، لهالسبب بدعي على المسرح مندوب الكوميكاز فادي شربل. مساء الخير فادي، كيفك؟ بونسوار 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 بونسوار. مين الكوميكاز اللي معنا الليلي؟ بونسوار. يا ويلي لك شو طويل. بعد ما شفتيها. بعد ما شفتيها. الكوميكاز اللي معنا الليلة هن أول كوميكاز هي الكوميكاز أخت الرجال، مسؤولة عن كل كرايز الضحك بالوطن والمهجر. زعفة كبيرة لأنطوانيت عايد. أهلا أهلا أهلا. بلش عد كعوبه. الكوميكاز حكيم عيون بيفهم بالعين المميز ريمون صليبا. دولة الكوميكاز اللي رقم سيارته 2 بجمهورية الضحك بلبنان شادي مارون. الكوميكاز اللي رقم سيارته كانت 3 ويمكن ترجع 3 جابي حويك. وهلا معنا الكوميكازية سفيرة البسمة إلى كل المنطقة ألين أحمر. شو رأيك بكعوبة الليلة؟ والله شي والله بدكم تروحوا لنا كعوبنا الليلة. فادي بدنا نخبر كمان المشاهدين مين ضيفنا لليلة بفقرة كومي ستار. الليلة رح نستقبل سوا فنان كبير، هو الممثل حبيب قلبنا مجدي مشموشي. شكرا فادي. بدي اقول اهلا وسهلا فيكم ببرنامج كوميكاز، وبدي اطلب اكيد كل واحد يختار اسم لفريقه، تشاوروا بين بعض واختاروا اسم. نعم ايه مضبوط. انا اختار اسم لك. كيف حسيتك؟ فور؟ لا 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 احلى لعيبة. اول شيء خلينا معلي الضيوف، هم الضيوف ونحن رب المنزل. نحن حنسمي سين سين. بتصدق تفاجئنا. <تفجأنا. تصفيق>
إذن على يميني عنا فريق سين سين حضرتكم فريق الهشك بشك إذن صار عندي عثماني هشك بشك زقفة كتير كبيرة للفريقين هيك انت سميت الاسم؟ ريمون ايه بس يمكن استوحى منك لا استعنا فيك هشك بشك ريتو يسلم لي وجهك والعصفور اللي ما عنده بيت ريتو يسكن لا إذن هلأ صار وقت أنه نختار الفرق المساندة ورح أبدأ معك جابي بدي أطلب من الكنترول أنه يفرجينا الصور بدي نقي واحد ما بيضحك إيه؟ أكيد إيه بدي يكون أبضاي وما بيضحك هيدا جو سين بيان بومي كتير منيح جو سين عنده حالة الحسن فادي أنا باخد فاليري فاليريا عالين مين رح تختاري؟ سيلو سيلو أنتوانيت أنا رح أتوصى بالشباب وجيب لكم نجات 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 بدها حدا نجينا نجات شادي مين رح تختار؟ أنا الشباب بعزوا علي رح ياخد جو جو ريمو ما بقي لك إلا خير زياد. آخر مشترك وهو زياد إيه بتحسيه من جبهة النصرة إذن تحية كثير كبيرة وأهلا وسهلا بالفرق المساندة قبل ما نبدأ باللعب والضحك رح نحط برصيد كل فريق مساندة $3,000 يعني $1,000 لكل واحد يا شباب كل فريق مساند بحق له يضحك قد ما بده على نكت فريقه بس ما بحق لكم تضحكوا على نكت الخصم لأنه كل مرة بتضحكوا فيها لغير فريقكم تخسروا $100 إذن كل ضحكة بمية والفريق اللي بيبقى معه بالآخر أكبر مبلغ هو اللي بيربح وبيربح تحديداً هالمبلغ وهلأ صار وقت نقلب المزح جد أو العكس نقلب الجد مزح وتبدأ مسابقة الكوميدي أو الكومي ستاند أو الستاند أب رح يكون من فريق هشك بشك والكوميكاز أنتوانيت عقيقي اليوم مفروض قول ستاند اب بس ما رح قول ستاند اب لان كل العالم عم بيقولوا لي بدنا نكت بدنا نكت بدنا نكت فاليوم رح قول نكت اول نكته اول نكته قال في بنايه فيها بيتين شاب من أول بيت مغروم بالبنت بتاني بيت بيضلوا سوا بيضلوا على السطح بيضلوا على الطريق بيضلوا سوا وين ما ضيعون بيلاقون سوا هلأ الشاب عنده خص لأنه كل ما عمل بيبي بيكتب اسم حبيبته بالبيبي تبعه مين بيشوفه إما للبنت بتجي لعند أمه للشاب بتقلها بشرفك شو هيدا ابنك مجرسنا مبهدلنا كل العالم صار تعرف أنه بحب بنتي بس ولو بيكتب لإسمه بالبيبي قدام البناية على الدرج على السطح قالت له مش معقول ابني مهذب قالت له تعي شوفي اخذتها وطلعوا على السطح قالت له تفضلي هيدا مش بيبيات ابنك طلعت امه هيك طلعت قالت له معك حق هلا هودي بيبيات ابني بس بشرفك هيدا مش خط بنتك المرة أبو العبد فتح مطعم بالأشرفية فأجت لعنده وحدة قالت له هاي أبو العبد سلو قال لا يا هلا قالت له شو البلا دو جوغ اليوم قال لا ورق عنب قالت له واو جنبو كوسا قال لا ما جنبو كوسا جنبو لبن المرة وحدة ختيارة قاعدة وعم تحضر فيلم سكس وحلي ايامكم عم تحضر ساعة ونص خلص الفيلم حطوا الجناديك قالت له الله يرحمك يا حاج كان كل شغلك غلط بغلط
قال مرة فتحوا سينما للقرعين، ما بفوت عليها إلا القرع، في واحد بده يفوت يشوف شو عم بحطوا بهيدي السينما، وهو ما إنه أقرع، بقوم بيشرح بنطلونه وبقرب على الباب. اللي بيفحص على الباب أعمى، صار يدس دسيك، قال لهم يا شباب واحد 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 يا شباب. وآخر وحدة عن حموات، قال في مرة واحد خطفوا له حماته، بعتوا له إنه نحن بدنا فدية لنرد لك حماتك. قالوا نعال، بس أنا شو بأكد لي إنه أنتوا خاطفين لحماتي؟ بدي دليل. قالوا له شو بدك الدليل؟ قالوا إصبع من إيده. قاموا بعتوا له. قالوا أوكي بس ما تأكد، بدي دليل أقوى. قالوا له شو بدك؟ قالوا إصبع من إجرة. قاموا بعتوا له. ما بعت المصاري. قالوا له لك شو قصتك؟ قال لهم بدي بعد دليل واحد اقوى من هيك، بعتوا لي راسه. صحيح الشباب قالوا كلمتهم، انما الصبايا مش رح يسكتوا لهم. صار دور الفريق الثاني، بننتقل لفريق سين سين و شادي مارون. ايوه بدي حمي شوي. ايوه اوكي عمل ضربة مساج مول معروف. بعطيك ولعه شو هذا مسافات بده سيبي لنصاب. برنامج كوميكاز يا جماعه مكسر الارض، هيدا بشهاده كل الناس، بس شو رأي السياسيين بالموضوع؟ رح نعمل جولة نحن وياكم، شوف شو رأي السياسيين. رح نبلش ببكفية مع الشيخ سامي جميل. شيخ سامي شو رأيك ببرنامج كوميكاز؟ ماني 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 ماني، صرنا 20 سنة عم نحكي، صرنا 20 سنة عم نطالب، صرنا 20 سنة عم نقول بدنا هيك برامج، بدنا هيك نوعية برامج، ما حدا عم يصال عنا، ما حدا عم يتهنا، كلهم عم بيخونونا. مالي 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 مالي، أنا بدول لجماعة 8 أدار مالي بكل محبة يا جماعة، وقفونا الكوميكاز وجربوا الكوميكاز عجب وحيكم، ما بتكونوا إلا مبسوطين عن جد، هيك بنفعم من الضحك، ما حدا بيفجر حاله، ما حدا بيموت، وحياتكم مش هيك يا كلون انت؟ ليه ما عم تضحك؟ ما صبولي هو بمنظورك. رح نروح هلأ على معراب، معنا الدكتور سمير جعجع. حكيم شو رأيك ببرنامج كوميكاز؟ أكيد 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 طبعا 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 100% 100% برنامج ناجح بكل المعايير المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة الرفيق ريمو موجود في برنامج كوميكاز. بعدين وضع البلد شر البلية ما يضحك. أنا بدي أقول شغلة، إنه الكوميكاز من أمامنا والكوميكاز من ورائنا، ولا عودة إلى الوراء مهما كلف الثمن. كمان معنا نائب رئيس الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية الأستاذ جورج عدوان. أستاذ جورج شو رأيك ببرنامج كوميكاز؟ مثل ما قال الدكتور جعجع، برنامج كوميكاز ناجح بكل المعايير المحلية والإقليمية والدولية، ومثل ما قال الدكتور جعجع البلد واقف على كف كوميكاز. ومثل ما قال الدكتور جعجع، الكوميكاز من أمامنا والكوميكاز من ورائنا، ولا عودة إلى الوراء. هيك قال الدكتور جعجع، هيك صرح الدكتور جعجع. لمزيد من التفاصيل ما تسألوني، اسألوا الدكتور جعجع. مرسي استاذ جورج. مننتقل لبنشعي، معنا سليمان بك فرنجي. سليمان بك سليمان بك شو رأيك ببرنامج كوميكاز؟ يعني قالوا بالنهاية بالنهاية أنا على معلق، قالوا نحلى 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 بالنهاية 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 أنا ودي أقول جعلة قالوا نحلى نحلى بالنهاية بالنهاية اللي بيبصد أهل قضاء الغردة بيبصدنا،
واللي بيفرفح اهالي قضاء صغار ده بيفرفح ليه واللي بيبسط اهالي شمال اه بيبسطنا ونحلى نحلى بالنهايه بالنهايه انا 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 بدي اشغله بدي اشغله انه نحلى نحلى بالنهايه انه نحلى 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 ان شاء الله تكونوا فهمتوا شو عم نقول نحلى يعطيك الف عافيه مرسي سنبت ننتقل للبترون معنا مع الوزير جبران باسيل مع الوزير باسيل شو رايك ببرنامج كوميكاز يعني برنامج كوميكاز كثير بيعني لي خاصة أنا لأني وزيرة كهرباء والنفط والبرنامج شو اسمه يا جماعة كوميكاز هالمرة كوميكاز إن شاء الله مرة الجاي كومي غاز اللي بعدها كومي بنزين كومي مازوت بس أهم شيء إن شاء الله ما يكون في حد بيشتغل بهالبرنامج يكون في حدا مو يومين مو يومين عم بقلبهم مين سميهم لسه صلي سنين عم بحفظهم اسمه مو يومين وحياتكم بصير عيدة بالبيت وحدي مو يومين مو يومين إذا في مو يومين رح انجبر أعمل كميشات وفجر حالي ننتقل اخر شيء للضحية الجنوبية معنا على الهواء الاستاذ علي عمار استاذ علي شو رأيك ببرنامج كوميكاز انه ليس زمن الكوميكاز انه زمن الكوميكاز اذا اخترق العدو الخط الازرق بماذا نواجهه بكوميكاز ام بكوميكاز نواجهه بضحكة سخيفة بضحكة تافهة اياكم ان تضحكوا ما زال هناك عدو في مزارع شبعة اياكم ان تضحكوا اياك ان تضحك ايها الكلون لا تضحك السن الذي سوف يباء سوف نكسره الفم الذي سوف يضحك سوف نخلعه لا تضحك اياك ان تضحك لا تضحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنهاية المرحلة الأولى خلونا نشوف النتائج وشو بقي برصيد كل واحد من الفريقين الفريق المساند لفريق سين سين ضحك خلينا نشوف كم مرة مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست مرات وبقي برصيده $2,400 بينما الفريق المساند لفريق هشك بشك خلينا نشوف كم مرة ضحك ضحكة اثنين ثلاثة خمسة ستة ثمانية وبقي برصيده $2,200 ايه ولا سادي اكتر عليه هلا تفكيك بس ما ننسى انه بعدنا باول الحلقة وبعد في محاولة تانية وثالثة ورابعة هلا الفريقين رح يتحضروا للتحدي الثاني استراحة صغيرة ومنرجع من بعدها بفقرة كومي سكاتش والليلة رح ناخدكن على الخليج نعم ما تستغربوا رح ناخدكن على الخليج بعد البريك مع كوميكاز عودي لمتابعة حلقة الليلة من كوميكاز والمشكلة هي انه النشاط السياحي بلبنان كان خافف السنة الماضية لهالسبب بعتت وزارة السياحة مندوبة لتقوم بجولة على الخليج العربي خلينا نشوف سوا شو صار معها بفقرة كومي سكاتش قررنا بوزارة السياحة بلبنان انه نروح على الخليج العربي لحتى نقنع اخواننا الخليجية يرجعوا يزوروا لبنان بعد غياب طول كتير وهونيك تلاقينا باثنين من الخليجية اخ سعيفان واخ حميدان هلا
حياكم الله 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 هلا 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 يا أهلا يا أهلا بالأخ صعيفان وأخ حميدان. هلا 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 بيكي. أنا من وزارة السياحة بلبنان. لبنان يا حلم لبنان أحبك يا لبنان. الله هلا بيك نورت الخليج. هلا هلا بلبنان. احنا نحب لبنان يا عمي. ما اشتقتوا للبنان؟ بحبك يا لبنان يا وطني بحبك. ايوه احبك بشمالك بجنوبك بشمالك بسهولك جبال سلسلة جبالك الشرقية والغربية. نورت الخليج والله جي. نورت الخليج هلا بيك. شو اسمك يا حلوة يا مزيونة؟ أنا رح أحذركم اسمي بتلاقوه بجنينات وبالحدايق العامة. شو هو؟ والله نبريش؟ لا ما نبريش. حشيش؟ لا. سقاية؟ لا. حرباية؟ لا. مقتاية؟ لا. كوساية؟ لا. جزر؟ ورق عريش؟ وايش اسمك؟ اسمي زهرة. زهرة الزهرة. هلا بيكي نورت الخليج. نورت نورت اشم الزهرة اشم الزهرة. طبعا جد ما اشتقتوا للبنان. شو اكتر شي اشتقتوا له للبنان؟ اشتقنا لصحن الحمص. اشتقنا للبابا غنوج. اشتقنا لماما غنوج. اشتقنا للغنوج والله. اي والله هلا هلا. اشتقنا لعشقة السير في لبنان. والله عشقة السير في لبنان هي مدرسة مدرسة بحد ذاتها يتعلم الانسان فيها. مدرسة نتعلم المسبات اللبنانية. ايوه سبات. قرب يا حيوان. ارجع يا حيوان. زيح يا غشيم. قرب يا بهيم. اي والله مدرسه. اي والله تمام. طب خبروني اخي صعيفان وحميدان ما اشتقتوا للفن بلبنان؟ اه طبعا اشتقنا للفن بلبنان. اشتقنا للاصاله. أيوة. للصوت الاصيل للعرب بالصوت للالحان الجميله العريقه. اشتقنا حقيقه اشتقنا والله. يعني لمين اشتقنا؟ لمريم كلينك وبسها عنتر. اشتقنا الهيفة وهبة وأرنوبها المزنطر. كرمالي أخي صعيفان كرمالي أخي حميدان رجعوا على لبنان. وخطرة الماضي نزلنا على لبنان في عشقة وفي حفر كتير. نزلنا بحفرة بيروت طلعنا من طرابلس. وأنا ماشي ماشي وأنا وصعيفان وهالشباب راكدين ورانا. قال لي صعيفان غطي العباية يا حميدان الشباب شطي تريلتهم. والله يعني شو بفهم منكم ما رح تجوا تزوروا لبنان؟ كرمالك ننزل لبنان. كرمالك انزل لبنان. انزل واطلع انزل واطلع انزل حتى ما عود اقدر اطلع. اخ حميدان اني اقول لبنان يجي لعنا. لا ننزل لبنان. ننزل لبنان ننزل لبنان يا صعيفان. والله يلا ننزل لبنان. حضر حالك وحال وياك. لا 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 يا اخي انا افضل اروح موسكو اروح روسيا بالروسيا اوكرانيا. نروح لمعاملتين بلبنان كل الروسيات والاوكرانيات لنا كلهم كلهم شقراوات وروسيات. طب خلاص بلاش بلاش روسيا نروح الولايات المتحده الامريكيه نروح تكساس. لا بلبنان في تكساس. والله نروح جبل محسن وباب التبانه. والله عندك في عندك بروس ويلس رفعت عيد. أيوة. وروبن هود شادي المولوي. اكشن اكشن بلبنان. طب خلاص يا اخي نروح باريس. باريس باريس ايوه باريس حلوه. باريس وين في باريس؟ باريس باريس عاصمة الجمال والأناقة. باريس لا أنا مليت من الجمال والناقة. من يا خي الزوق واللباس الأنيق. أنا ما أشوف حالي أنيق إلا بلبنان. حبك يا لبنان. طيب يعني يعني أخ صعيفان وأخ حميدان بفهم منكم أنه أنتم ما منكم نازلين على لبنان. طب شو الحل برأيكم؟ الحل؟ لبنان يجي لعنا. كيف يعني؟ إيه والله عنا بالخليج بحاجة لكل المواهب. لبنان مواهبهم جيدة يجوا يشتغلون عنا أهلا وسهلا. يعني مواهب مثل مين؟ مثل السياسيين عندكم يجوا لعنا. مثل جبران باسيل يجي لعنا يخلي الخليج مثل مدينة الملاهي. الضوي الطف الضوي الطف والله.
نجيب كمان وئام وهاب يفتح محلات أحذية في الخليج. والله جيبه هو وصر ميت وسوى. يلا أقول نجيب على الخليج كمان ميشال عون يفتح مدارس مشان يعلم تنشئ الأجيال الجديدة عنا، يعلمهم الألفاظ الحلوة. والله تحت زناري فوق زناري على صباطي تحت صباطي. يا الله شو جميل. طيب مين كمان عم تفكروا تجيبوه على الخليج؟ نجيب الدكتور جعجع يزرع زهور ضد الرصاص. زهور عجائبية. زهور عجائبية هذه. شو كمان؟ جيب دولة الرئيس نبيه بري. أيوة هذا يعلمنا هذا اللاصق العجيب كيف يصنعون، هذا اللي لزق عليه على رئاسة مجلس النواب بقال 20 سنة ما حدا يزعس على حدا يزعس. والله جميل. نجيب وزير السنيورة. سنيورة؟ ايه دولة الرئيس سنيورة. سنيورة؟ لا 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 امزح معاكي بلاش سنيورة. يعني اخ سعيفان واخ حميدان بفهم من حديثكم انه عم تفكروا تجيبوا كل السياسيين لعندكم على الخليج. لا 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 كنا بنمزح معاكي. تركيهم سياسيين لبنان اللبنانيين بلبنان بكفي خربوا لبنان، جيبهم لعندنا يخربوا كل البلدان. لا 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 عادي كنا ولا قريبي لبنان بالقلب والله نحبكم أجمعي وش أقول غير الله الله يكون فعون كل يلبناني سياحة وعبود نخاف ننزل ربما ما نعود سياحة وعبود نخاف ننزل ربما ما نعود وش أقول غير الله الله يكون فعون كل اللبناني نبعادي كنا ولا قريبين لبنان بالقلب والله نحبكم أجمعين لبنان بالقلب والله نحبكم أجمعين. والله يا سعيفان اكتشفت انه صوتي جميل. انا والله نازل بيروت اشارك بالعرب ايدل بالال بي سي. يلا مشهد كتير مهضوم وخلاله الفريق المساند لفريق هشك بشك. خلينا نشوف كم مرة تضحك. ضحكة 2 3 5 7 8 9 10 11 12 ضحكة وباقي برصيده $1000. شو يا فادي حسيتك ملك راضي عن النتيجة؟ والله على الهيئة بدنا ناخذ من الشباب قبل ما يفل. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ مشان هيك شادي وزع عليهم مصاري. احنا بنشتري الضحكة يا فادي. الله خليك. مننتقل للفريق هشك بشك لوقت ما يحضر حاله للمشهد تبعهم. استراحة قصيرة ومنرجع منتابع سوا. وبحب خبركن انه بس نرجع رح نصوركن كلكن صور فوتو. راجعين بعد لحظات مع كوميكاز. لمتابعة كومي سكاتش مع الفريق الثاني. بيقول المثل بالنهاية ما بيبقى لك إلا أولادك، ومشكلة ريمو إنه ما بيقدر يجيب أولاد. معقول يكون الحل إنه يستعين بفادي؟ خلينا نشوف سوا مع فادي أنتوانات وريمو. مدام مسيو أنا المصور جرجورة. أحلى صورة عند جرجورة. نعم مدام. نعم إذا بتحبي تصوري طفلك ما إليك إلا جرجورة. أنا اختصاصي بتصوير الأطفال. لكن مدام إذا بتحبي تصوري طفلك بالبيت بالجنينة تحت الدوش بالحفاض على الكنبية على الصوفة لك على النافورة ولك حتى لو بدك تصوري له الحنجورة ما إليك إلا جرجورة. أهلا وسهلا. أهلا
يا صوفي يا حياتي لك يا تقبريني. هلا انا ما انا ما بجيب اولاد. طيب استاجرت لك واحد بليز اقبلي. نو شيرين نو ما بقى تترجيني باكستو. انا ما عم بقدر اتخيل حالي عم بعمل امور مع غيرك حياتي. بس قتلتيني. هيدي الشغله منا امور يا حياتي، هيدي بيولوجيك. عال منروح على اللابوراتوار ننزل عشي مستشفى ومنعمل زرع باللابو. ولا ممكن، انا ربي ولد مش عارفين مين ابو. شو فيها شيري كل العالم عم يعملوها؟ ولا ممكن امبوسيبل. ولد هيك يفرفر بالبيت وعيط لي بابا وانا مش عارفين ارعد بيو من وين. كمان جايب لي واحد اقرع؟ لا حياتي لا، بجمالي ما لقيت لك. اكيد يا حياتي اكيد ما رح تلاقي بجمالك. هتطلي لانه انت انيك. انا انيك؟ انيك بهالشغله. انا لو كنت انيك كنت عم بستاجر واحد لل انيك. حياتي عيوني في اسالك سؤال؟ ايه سألك. بس بليز بليز ما تاخدها شخصي. لا ابدا ولا انه حلو انه ايه عادي انه طويل اشقر عيونه زرق ومطول شعراته. يا ايه قصدي هي لك يا حياتي وحياتك، هيدي ما رح انسى لك اياها كل حياتي، انك عم بتضحي. انا رح فل عيب انه يجي ويشوفني ام ها عرفتي كيف؟ طيب فانا فالي. باي حياتي. حياتي. ما باي. ما ما ما. الو كلوفيس؟ ايه حبيبي. صور هذا هو البيت. مرحبا مدام. مرحبا. انا جرجور. يا جرجور جاي كرمال ال ما في زوم للشرح بعد عنك شيء. عن جد؟ ايه تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. كنت ناطرتك. ايه ناطرتيني؟ اشتري رزقه اشتري رزقه. ليكي مدام للحقيقه ما في زوم للرسميات. ما تعيط لي مدام بليز، عيط لي صوفي. صوفي. لك يا صوفي انا للحقيقه اختصاصي بالاطفال. بعرف، ما انا مشان هيك ناطرتك. اشت الرزقة اشت الرزقة اشت الرزقة. ايه للحقيقة صوفي صوفي انا بتحب نشرب شيء قبل ما نبلش؟ لا 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 شو نشرب، الله يخليك انا بضل واعي لانه انا بهيدا الظرف بالذات بدي ضل واعي لانه انا شغلتي كتير دقيقة. ايه للحقيقة وفي عندي بعد زبونات، عندي شيء كم زبون هلا لازم كم زبونة لازم مرقها هلا اليوم. للحقيقة زبونات؟ ايه قديش يعني؟ خمس زبونات. خمس زبونات وبتلحق تلبيهم كلهم اليوم؟ اكيد بدي نلبيهم. لكن ما بلبيهم اليوم لك هيك اوتوماتيك 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 اوتوماتيك. مثل النار مثل النار اوتوماتيك. منك هين بالمرة بلشت اقتنع فيك. الحمد لله. نعم بتحب نبلش؟ ايه منبلش ليش ما نبلش؟ ليكي صوفيا انا للحقيقة كيف ببلش هذا؟ اول شيء انا بعمل بوزين بالبانيو اول شيء. اثنين ثلاثة روحي تكرم عينك والله ثلاثة. انت بدنا نكسبك زبونة عنا، انت بتستاهل ثلاث بوزيت بالبانيو للحياة. ما بيحصل ما بيحصل. بعدين بعدين بنقول انا بعمل بوز على الكنباجي وبوزين على التخت. ثلاثة على التخت. اربع بوزيت ليش ثلاثة؟ اربع بدك تكوني اكرم مني. لا اربع بوزيت. نعم اربع بوزيت. برجع بعمل بوز على الارض. ليك احسن شيء واهضم شيء على الارض، اسهل شيء على الارض. اسالي مجرب وما تسالي حكيم. وبعدين بعدين شوفي ليك من هونيك رايح مثل ما بدك، بدك على الطرية، بدك على السطح، تحت الدرج، على الدرج، بالخزان، ما عندي مشكله انا بالحقيقه. طيب
أولك منلحق نعمل كل هول نعم. قبل ما يرجع جوزك. يرجع جوزك وزا يرجع جوزك يرجع بلكي بحط إيده معنا جوزك ما بيأثر ما بيأثر بلكي كمان يعني إذا وصل جوزك وهيك بلكي بهدي لي إياه شوي بلكي واضح ما بتعرف جوزي منيح ليك يا حبيبي لا. جوزي لا بيهدي ولا بيودي نسيلي موضوع جوزي بس عندي إحساس إنه مش رح نقدر ناخد نتيجة من أول مرة لا لا أنا بغلطك بالشغلة مثل ما شايف رح ناخد نتيجة كتير كبيرة بأول مرة دغري بإذن الله هلأ إذا عندك شك للبد فينا نعمل شغلة فينا أخذ لك كذا بوز قبل ومنتك أطمتك 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 شو رأيك منتك ايه منتك أطمتك ضلتك أطمتك قد ما بدك بنضل نتكتك قد ما بدك عفاك عفاك انت ضلك تك لا يبطل فيك التك يا عندي لك لك يا شفي لك يا شفي للحقيقة للحقيقة انا كان فيني اعمل شغلك من قفا ايدي وامشي بس انا عندي ضمير والشغل نضيف فيه بده وقت مشان هيك انا يعني باخذ وقتي بالشغله لانه شو بعملها بخمس دقائق وبظهر يعني بفل لا دخيلك لوين بدك تظهر لو ما بتظهر خليك اي خليك يلا الله يخليك يا اهلا وسهلا خليك لنبلش لكين عندي شغله تفضلي تفضلي تعي شوفي بفرجيكي شغلي الحقيقه لك شوفي نعم لك ما احلاها طلعي تفضلي طلعي مزبوطة لك هيدا الصبي هون محلي هيدا امه هلكتني اربع ساعات انا وياها على سطح الباص هلكتني على سطح الباص قلي هيك لا هيك ظبط هيك علي هيك نزل هيك طلع هيك هلكتني بس لكن النتيجة صبي بياخد العقل اي طبعا طبعا هيئتك بتك منيح من بلي من بلي يلا خلينا بلي لكي اول شيء بدي اسالك واينو واينو مع اساس مختلف بدك مين يدلك واينو يا صوفي يا صوفي عم بقول لك وينه يجي امتى بده يجي الصبي لنتكو اوتوماتيك اوتوماتيك ولك لا بدنا نتك ليجي الصبي بدنا نتك ليجي الصبي ايه بدنا نتك ليجي الصبي لكن لنبلش لنبلش شو هيدا هيدي اول شيء بدنا نثبت التريبيه تريبيه لشو تريبيه؟ ما ليكي صحيح قد ما كان الواحد محترف بضلوا ايديه يرشفوا للحقيقة فمع التريبيه كل شيء بيكون ثابت فبيثبت كل شيء مبعوض ساعتها إلا أصبع واحد بس محترف ليش الواحد يحكي؟ شو لكن؟ يلا هاتي لشوف وهيه ويلا هيه ولك شو قصتك؟ ولك شو قصتك؟ مع اساس الشغله السريه لا ما ليش عم تصور؟ عم صور ما بتعرفي مشان ما انا مصور يا عيني شو سريه ما انا جاي صور ما صرنا ساعه عم نقول لك انه نحن مصورين جايين نصور لك البيبي تبعك ولا لا؟ انت مش اللي استاجروا جوزي لحتى اجيب منه ولد؟ نعم يا عيني صار لي ساعه مش هي ولا يا حبيبتي يا دي عين ما تعزبت نفسيا وجسديا وعزلت ونظفت لا. وشطفت لا. كله لتطلع مصور لا 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 انا شغلتي التانية هي التصوير للحقيقة انا هوايتي التصوير للحقيقة انا شغلتي الاساسية اوتوماتيك 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 ولا همك انه معقول انه معقول اتعذبتي وحضرتي حالك نفسيا وشطفتي وحضرتي حالك وهيك نتركك زعلانة لا 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 قومي قومي لنشوف هالاوتوماتيك اذا بعده ماشي قومي اوتوماتيك اوتوماتيك شرفي 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 اوتوماتيك اوتوماتيك من بعد ما انتهينا من تاني كوميسكاتش لليلة خلينا نشوف شو كانت نتيجة الفريق المساند لفريق سين سين إذا ضحكوا كم مرة منشوف سوا
ناري ناري مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر 14 مرة وبقي برصيدهم كمان $1,000 يعني الفريقين اليوم تعادلوا وبيتقاسموا $1,000 بينهم ألف مبروك للفريقين ربحنا كلنا بوجودكم معنا مشاهدينا بدكم تحضروا حالكم لأنه بعد شوي في عنا فقرة كوميستار ورح نستقبل فيها ضيف النجم مجدي مشموشي أولكم فريق الكوميكازيين بشو معقول يورطوه استراحة قصيرة ومن بتابع من بعدها حلقة اليوم من كوميكاز وصلنا لفقرة كوميستار وضيف كوميكاز الليلة بغنى عن التعريف هو أحد كبار نجوم الشاشة اللبنانية إن كان عم بيمثل دور البطل أم دور الشقي دايماً بيعطي لأدواره وزن ولشخصياته عمق واللحظات اللي منمضية مع هالشخصيات بتكون دايماً من أهم لحظات الفيلم أو المسلسل معجبينه ومعجباته ما بينعدوا زقف كبيرة للممثل الفنان مجدي مشموشي بعتقد هيدا فخ الكل عم يوقع فيه لا عن جد ببين لأنه الأرض كتير أشياء بتبين بس أنا إجمالا بتلبك إجمالا بالمقابلات وأنا كمان تلبكت لأنك كتير واقف قريب من حد لأنك كتير طويلة كمان طول بلبك مجدي لا لابسة أحمر أنت إيه؟ آه الأحمر شوي كمان بلبكة أنا برج الطور إيه احمر في احمر من فوق احمر من تحت كمان اجمالا بتعرف هيدا السكربيني عندي اياها انا مهم كتير بحسها هيدي تبعت الباربي زمان اللي كان هيدا نحبها نحن نحن صغار كان نحب الباربي هو احمر من هيدا اللون ما كان نحب شي تاني للباربي ما في شي نحبه للباربي كمان معلمة المدرسة والباربي معلمة المدرسة ما كان فينا نطالة الباربي مبلا مجدي مثلت أدوار الجود جاي والباد جاي ولعبت أدوار تراجيديا وكوميديا كمان شاركت بمسلسلات تاريخية شو الدور يلي بعد ما لعبته وبتحب تلعبه؟ بعد في دور واحد ما قدرت ألعبه مزبوط صح 100% هو أنا يعني؟ أنا شخصيتي أنا اللي هي؟ يعني شخصيتي أنا مثل ما هو بالحياة مزبوط شخصية الممثل يلي هو نحنا بيسمونا بتونس والناسين القلوب نحنا المنونس القلوب المنفرح القلوب منضحك القلوب منضحك الناس بس نحنا مين قديش منبكي قديش منقهر قديش منتعذب نحنا بعد ما مثلنا حالنا مظبوط مجدي نعم. بدي منك تقول الحقيقة حقيقة بلا مجاملات بلا مجاملات كيف الأحمر؟ كثير منيح مش هيدا سؤالي بيقول أنه عرفت أنه شركة تيارتي عرضت عليك مسلسل تركي ب 220 حلقة إذا ماني غلطانة هل قبلت والدور الرئيسي؟ نحكي عن الأحمر مش أحسن لا نحكي عن الدور الرئيسي هلا انا بعرف انه الدور الرئيسي هو الاحمر بس دورك انت لا هو هذا مش صحيح بس اذا صحيح بكون احمر من اذا ما قبلت يعني وصلني جوابي مجدي صار وقت التحدي لما تفتح الشاشة رح تشوف ديكار مسرحي بسيط وبدك تشارك ارتجاليا وبذكر على بركز على كلمة ارتجاليا لأنه هيدا الدور رح يكون الكل عم بيمثل فيه على الكل بدك تطلك عم تمثل لحديث ما تسمع الزمور تسمع وتسمع يعني هلا اثنيناته انت فهمت زمور تسمع ايه زمور تسمع
بالرئيس. أهلا 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 بالرئيس. يا استاذ الكريم هيدا بما انه كنا رح نطلب فيه 500,000 دولار هلا جبنا قطع صار فينا نطلب فيه 100,000 50,000 بالاجر و 50,000 بالاجر جينا بدنا نحمله ما قدرنا هو عمل ديسك انا فتق ويا ناصولا تا تفضل تا تا ويا ناصولا شري شري ويا ناصولا شري يا معلم مجدي قل له نحن شو عملنا تفضل شري بس تقول لك معلم كيف عملنا الخطه جينا على الكوع برمنا الكوع جينا برمنا الكوع الثاني نعم كان في عنا مخابرات هون كان في عنا واحد مخابرات هون قام الرئيس فادي اجا من هيدي الطريق ايوه انا جيت من هيدي الطريق صح تلاقينا وين بهيدي الطريق نعم ها هلا وين ضعنا ضعنا هون نحن وما جبتوا من هيدا كله ولا هيدا ولا شو عوامل بس جبتوا هيدا ولا لا ما لقيتوا تجيبوا من هيدا الا هيدا لحنا ما لقيتوا تجيبوا من هيدا كله الا هيدا شو كان بدك تجيب من هيدا كله جيبوا كله علي تفضل هيدا البيت إلنا مدي نحن مراقبينه وفي مصاري كتير جوا فاذا بتسمح تفوت تسرقوا ونحن رح نحمي لك المنطقه كلها تمام صاحبه استاذ استاذ مدرسه حبيبي استاذ استاذ مدرسه تفضل تفضل شريف روح تعرف شريف تعال روح افتح الباب حمايه ولا مش كتب حمايه حمايه يلا فوت ما تقولوا له نط بس ولا بس ولا روح عند الكاميرامان ليك طريق سالكه وامني ما في حدا نحن راقبنا ما في بس ما في حس ما في شريف 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 الله معك استعد 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 شريف موفق يلا يعطيك العافيه يلا نحن بنروح ناكل بوزه رحنا ناكل بوزه روح يعطيك العافيه يعطيك العافيه بشبوشي مجدي بشبوشي يعطيك العافيه اهلا وسهلا جاي تسرق عين الطير يا ابني لا بنسرق بكل عين وقحه مين قال لك انا بدي اسرق مجدي مش مجدي جاي اسلم عليك وامشي يا مجدي يا ابن بشبوشي أنا أسرة يا مجدي يا ابن مشبوشي أنا أسرة جاي تسرق القروشي حوديك على البيت حافي من قد ما لمخدوشي بروح لك أنا بعرفك لك أنا بعرفك بتسرق قلوب الصبايا جاي تسرق عين التير بعقول أنت أنتوا سارقيني قلوب الصبايا والتين والزيتون والمشمش شو مش بس مشبوشي شو قالوا لك يا اخي قالوا لك في فادي في فايض بصندوق الجنوب جاي تسرق يعبي هودي كله عم بيروحوا انماء انماء مدارس جامعات طرقات ما فيش مصاري ولا جاي تطرق لي المطرقه اذا طرقت لي المطرقه انا كيف بدير جلسه مرقشه لا ما هو حرام ما تديلهم كيف بسكتوا علي عبار كيف سكتوا عصب اسو حرام ما شو بترك في عمخك لا كيف بتطرقنا يا عم برخ من برا انت طيب ما انتم كلكم عم تطرقونا على مخنا بس انت طب ليك عبد الزلام بتحياتك يا ابني معقول تعود هرعود هات من هلا ورايح معقول عاد بدي اشوف شو قصتك عاد هات خبرني شو بدك بقعد عادي ما تكون جاي تسرق لي دوري عبالك تعمل لانه بقعد مش طبيعي مش شو قصتك يا اخي هالقد ضايقه معك انت زعيم وانا زعيم يعني مش انه انا انت بفنك زعيم لا شك لا انا زعيم عصابي وانت زعيم مجلس النواب يعني اكبر بالبلد اكبر وجهاء البلد يعني كيف انا عندي عصابه بسيطه من شخصين انت ايبتا اخر مره بيسرقوا مثلا مسجله سياره بتاعت اخر مره كنت بدها بطيئه بس انت زعيم بيسرقوا البلد ما بتحبسوه شو عبالك ضلك بقد ما بدك تشوف على جبين مش لا يا حبيبي تفضل هيا سرقوا لي السياره قوم سرقوا لي السياره الله لا يوفقك لحظه لحظه يا ابني لا ارد عليه بده يروح الان يبوس الرين سبتي
الآن بتقلها هالبوسي من دوت الرئيس. بدك تسمح لنا بس بالأول بوس رسب نسلق نسلق أنا والشباب شغلة واحدة. شو هي؟ شغلة واحدة بس إذا تسمح لي شوي. شو؟ تفضل. لا بتعرف شو؟ لا أنت بوس رسبتي أنا بوس علي خبر. تفضلوا شباب. تفضل. شو معي؟ شيل معي. شو رئيس؟ شيل معي. الكرسي. الله يوفقك. شيل معي. شيل معي. بغتك. هو فكر انه قعد على الكرسي بس شو بس ام انا قعدت عليها. بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكاز اللي شاركوا معنا الليلة. فادي شربل، أنطوانيت عقيقي، ريمون صليبة، جابي لحويك، شادي مارون، ألين أحمر، وشكر للفريقين المساندين إلهم وألف مبروك للي فازوا. وأكيد شكر كبير للفنان المميز مجدي مشموشي. نرجع منشوفكن الأسبوع اللي جاي مع مواقف جديدة ومشاهد طريفة ودايما بنفس التوقيت. باي. طالع فوق انت وياه، طالع فوق. كفي كفي عشان ايه جبنا جبتان. ايه يلا ايه غني انت وياه على نبع المي. يا عيني الدنيا عشان زين شوي يا صبي من مي تفلح فوق فوق انت وياه. روح انت على دول خير احنا.